السلام عليكم ورحمه الله، ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع الانقلابيون يشهرون سلاحا جديدا في مواجهه خيار الحل السلمي باليمن. محنه الديمقراطيه في اليمن والبلاد العربيه. الأزمة اليمنيه تدخل قبل يومين نفقا مظلما اثر اعلان الانقلابيين يوم الخميس الفائت تشكيل مجلس سياسي يدشن مرحله جديده من التمرد والوقوف في وجه السلطه الشرعيه والاجماع الوطني. هذه الخطوه اطلقت رصاصه الرحمه الاخيره على الجهود الأمميه الهادفه الى ايجاد حل سلمي للازمه اليمنيه. ولم يعد بالامكان اليوم الحديث عن امكانيه توصل مشاورات الكويت الى الحل الذي ينشده اليمنيون ويتاسس على المرجعيات المعروفه وينهي اثار الانقلاب الغاشم الذي نفذته ميليشيات صالح والحوثي على النظام الانتقالي وعلى عمليه الانتقال السياسي برمتها في البلد. لطالما اظهر المجتمع الدولي اصرارا على المضي في خط المشاورات والحيلولة دون الاستمرار على خط التعامل العسكري مع الانقلابيين إلى حد بدأ معه هذا الجهد الدولي وكأنه إسناد مباشر لجماعة متمردة لم تظهر يوماً ما أو لم تظهر في وقت ما حماساً لأي حل سياسي هناك قناعات راسخة تشكلت نتيجة هذه الإخفاقات المتتالية للمساعدة الدولية وهي أن عدم توفر الإرادة الدولية والإقليمية لإخراج البلد من مأزقه وفق ما تقضي به خارطه الطريق التي اعتمدها وايدها المجتمع الدولي هو الذي شجع ويشجع الانقلابيين على التمادي في مخططاتهم وصلفهم. تبدو الدوله اليمنيه الحديثه الديمقراطيه التعدديه هي الهدف المباشر لما يبدو انه خذلان واضح لليمنيين. لا احد يرغب في قيام هذه الدوله ولا احد يريد لها ان تترسخ وان تنتج نموذجا للنجاح في جنوب شبه الجزيره العربيه. الغرب الذي تامر من قبل في وضح النهار قبل ايام على الديمقراطيه الراسخه في تركيا لا يريد لليمن ان يكون بلدا مستقرا بل يريده بلدا مفتوحا لطائراته وبوارجه الحربيه من اجل ملاحقه العدو الذي صنعه وضخمه طوال الفتره الماضيه وهو تنظيم القاعده وداعش العدو الذي جرى صناعته في اجهزه الاستخبارات الغربيه خطوه تشكيل المجلس السياسي للانقلابيين وتداعياته على جهود الحل السلمي للازمه اليمنيه ومستقبل المشاورات المتعثره في الكويت هو موضوع الملف الاول من حلقه اليوم. ما كان يجب ان نتوقف عند الخطوه التي اقدم عليها الانقلابيون. الخطوه المتمثله في تشكيل مجلس سياسي لاداره المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم فهو لم يحمل جديدا وكل ما في الامر هو انه اعاد تصميم الواجهه المهترئه للانقلاب لتتحول من لجنه ثوريه الى مجلس سياسي لكن خطوه كهذه تقدم انطباعا كافيا لكل الذين لم يقتنعوا بعد بان الدوله انما سقطت بسلاح الجيش وان الدماء التي سالت بفعل خيانه وتواطؤ مؤسسات الدوله وفي مقدمتها المؤسسات المؤسستان العسكريه والامنيه اذا جاز ان نسميهما مؤسستين والا فانهما مجرد وحدات مسلحه عملت دائما لمصلحه شخص واحد ووجهت سلاحها دائما تجاه او في صدر الشعب وخياراته الوطنيه اليوم يبدو المخلوع صالح مصمما على وضع اليد على المؤسسات المنهوبه وعلى مركز الدوله التي اسقطها وحاول ان يخفي جريمته بدفع مليشيات الحوثي الارهابيه الى الواجهه. منذ لحظه تشكيل المجلس السياسي يمكن القول ان ميليشيا الحوثي لم تعد سوى رديف للمخلوع صالح ولادواته الانقلابيه التي نفذت الانقلاب واسقطت الدوله. تراجع الحوثيون قليلا في الاهميه السياسيه رغم استمرار اتباعهم في الذهاب الى المحارق وفي الاصرار على ملء النعوش بجثث المغرر بهم من شباب القبائل. لكن المخلوع صالح من خلال هذا المجلس المجلس السياسي يريد أن يقول للعالم أن أنه هو مهندس الانقلاب ومنفذه وأن من يحاول اليوم استثماره سياسيا بشكل واضح هو صالح وبإمكانه أن يقول أيضا بكل ثقة أن الحوثيين أو أنا الحوثيين وأنا القاعدة وأنا داعش ليس في الأمر مبالغة فهذا الشخص يعني سخر الدولة وإمكانياتها على مدى يزيد عن أربعين عاماً لخدمه مشروعه التدميري التفكيكي للوطن. ويمكن لاي شخص سيء مثل صالح ان يفعل مثل هذا العمل واكثر من ذلك اذا وجد الارضيه السالكه. الهدم فعل يسير وسهل، يمكن لفأر ان يهدم سد كما تروي الاساطير، لكن البناء هو الفعل الشاق الذي لا يتصدر له الا اصحاب الهمم الكبيره والاخلاق العاليه والمثل الساميه والمؤمنون بحق الانسان في الحياه بكرامه. صالح طوال الفترة الماضية كان يعمل في وظيفة فأر وكان ينبغي للمعارضة أن تكون بدورها في وظيفة البناء ووظيفة البناء لا يقدر عليها أمثال صالح ولا أمثال الحوثيين لا نبالغ إذا قلنا إن الكارثة التي تعصف باليمن اليوم هي نتيجة نوايا سيئة للمخلوع صالح والمشاريع الهدامة التي يتبناها عملاء ايران من الحوثيين وغيرهم. وهي فوق ذلك ثمرة سيئة للانتهازية الدولية التي استثمرت هؤلاء الأشرار في إجهاض تجربة الانتقال السياسي الناجحة لليمنيين. لم تتردد أمريكا نفسها في دعم الحوثيين في فترة سابقة وهي تدرك أن هذا الفصيل الطائفي مرتبط بإيران ويشكل مصدر تهديد للغالبية العظمى من الشعب اليمني التواك إلى السلام والاستقرار وإلى الديمقراطية كما تشكل تهديدا على منطقة الجوار تماما مثل الطعن الغادر التي وجهتها نفسها الحديث عن أمريكا لبلد حليف وهو تركيا صاحبة النظام الديمقراطي الأكثر رسوخا والأكثر نجاحا في المنطقة أمريكا وجهت طعنات للديمقراطية في الفترات الماضية مؤلمة بعد الفشل الذريع للمخطط الامريكي الذي اراد محاربه ما يسميه بالارهاب عبر ارهاب الميليشيا الحوثيه اي توظيف الارهاب لمواجهه الارهاب هذا كان مشروع امريكي تجلت الحقيقه التي لا يمكن التغطيه عليها وهي ان ما حدث في اليمن كانت جريمه يتحملها المجتمع الدولي الذي اعتقد ان مكافحه الارهاب يمكن ان يتم عبر توليد فصائل اكثر دمويه وارهابا تماما كما يفعل خبراء الزراعه الذين يستخدمون اسلوب المكافحه الحيويه في المنظومات البيئيه للاحياء والحشرات حيث تتولى كل حشره ضاره تصفيه الاخرى في صراع يؤدي الى تنظيف البيئه وحمايه الزراعه من التلف. ارادوا ان يطبقوا هذا النموذج على الحياه البشريه. هذا النوع من المكافحه الحيويه لا يصلح بين بين البشر لانه يتحول الى مغامره خطيره والى صراع لا يمكن السيطره عليه والتحكم بتبعاته. لكن من الواضح ان الغرب عموما وامريكا على وجه التحديد يدفع باتجاه تشكيل او تشجيع الاقتتال والصراع بين ابناء الدين الواحد والوطن الواحد اذا كان هذا سيؤدي الى فوضى تضمن له سيطره طويله الامد على منطقه مضطربه وتتحكم فيها انظمه قمعيه ومعاديه للاراده الشعبيه والا لما تامروا على النظام الديمقراطي في تركيا الذي اضطر شعبها الى الخروج مقاتلا ومدافعا عن ديمقراطيته وكرامته وامنه ولما تآمروا من قبل عن النظام الديمقراطي في مصر هذا النوع من التوظيف السيء للصراع بين المكونات والطوائف لا يهزم الارهاب كما تدعي واشنطن ولكنه يدفع بالكثيرين الى البحث عن التنظيمات الارهابيه للانخراط فيها انتقاما للكرامه المهدره والعقيده التي يجري المساس بها بطريقه فجه لا تحتمل إذا دعم هذه المنظمات الإرهابية لا يؤدي إلى مكافحة الإرهاب بقدر ما يؤدي إلى تشجيع وانتشار ثقافة الإرهاب. لقد دفع اليمنيون افتح الأثمان منذ 21 سبتمبر 2014 من حياتهم وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم وتكاد تتأصل في حياتهم عوامل الشكاك والصراع المستنبتة عنوة في التربة اليمنية بفعل هذا السماد الطائفي الذي غذت به إيران هذه التربة اليمنية ممكنة أنها بذلك لن تستطيع أن تتحكم وأن تهيمن على هذا البلد إلا إذا قسمته طائفيا وحولته إلى فرق متناحرة ومتصارعة وإذا أغركته في جدل السلطة المستحقة والإمام المست... المستلبة وكل ما تعنيه أو ما يعنيه هذا الجدل من إساءة لتاريخ الأمة ولدينها ولرموزها المبجلين. يقاتل معظم اليمنيون أو معظم اليمنيين اليوم دفاعاً عن هويتهم، هويتهم وعن وحدتهم. في حين يدافع الانقلابيون والمجاميع التي يحشدونها ضد هذه القيم ويخدمون بها الموت المجاني ويخدمون بها إسرائيل ليس إلا، مخططات أجنبية يتم تنفيذها على يدي محلي، ومع ذلك مع هذا كله لا يخجل هذا الفصيل المحلي من وصف خصومه وهم الغالبيه المقاتله من اجل ترسيخ الهويه اليمنيه الجامعه من وصفهم بانهم مجرد مرتزقه في خضم هذه المعركه. تزداد الازمه اليمنيه تعقيدا بفعل المساحه الممنوحه لاولئك الذين يعتقدون ان التحالف جاء ليرعى مشروع تفكيك الدوله اليمنيه وتحقيق الانفصال الذي خططت له ايران ودعمته بكل قوه وجندت المئات من السياسيين والناشطين والغوغاء لتنفيذه. السلوك الذي ينال من الوحده اليمنيه ومن قيم العيش المشترك هو جهد مساند لا شك للانقلابيين ويصب في مجرى المشروع الهدام الذي ينفذه الانقلابيون لحساب ايران. لقد اظهر الانقلابيون الموقف المتصلب نفسه تجاه كل صيغة حل تكفل عودة البلاد إلى خطة التسوية السياسية وتتكيد بالمرجعيات الأساسية لعملية الانتقال السياسي لا يريدون بكل وضوح التنازل عن المكاسب غير المشروعة التي حققوها بانقلابهم الإجرامي على النظام الانتقالي ويريدون أن يؤسسوا على هذه الجريمة سلطة أمر واقع تهيمن على مستقبل البلد اليوم هم من سعى الى تفجير الموقف العسكري وخرق الهدنه واعاده البلد الى اجواء الحرب الشامله لانهم يراهنون ربما على استدامه الفوضى والاحتراب واستنزاف جهد التحالف ويعتقدون ان بوسعهم وصلت احراز مكاسب سياسيه وعسكريه بينما الحقيقه انهم يحتاجون اكثر من اي وقت مضى الى الوقوف على التحول الهام الذي حدث في الموقف الدولي كما كشف عنه بيان الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات في لندن وتحدثنا عنه في حلقة ماضية في التاسع عشر من شهر يوليو الجاري ينبغي لهذا الفصيل الانقلابي أن يتأمل هذا التغير الجديد أو هذا المتغير الجديد حتى لا يضع حول المشنقة حول ركبته تحدثنا في حلقه ماضيه او في الحلقه الماضيه تحديدا عن هذا البرنامج من هذا البرنامج عن مضمون بيان اجتماع لندن الرباعي وهنا نرغب في تاكيد اهميه هذا التحول في موقف الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا الموقف الذي صار يدعم خطه الحل وفقا لتسلسلها المنطقي وليس ذلك الذي كانت هاتان الدولتان تحاولان فرضه وهو الذهاب الى تشكيل حكومه قبل البدء بترتيبات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وانهاء اثار الانقلاب ولعل اقدام اقدام المخلوع صالح والحوثيين على تشكيل مجلس سياسي ليس الا محاوله للهروب من تبعات الموقف الجديد للقوى الدوليه والاقليميه المؤثره في في مسار الازمه اليمنيه وربما محاوله لتجنب تبعات اتفاق قد يفرض على طرفي مشاورات الكويت ويتاسس على المرجعيات الثلاث التي يرفضها الانقلابيون هذا التحول على الأرجح في الموقفين الأمريكي والبريطاني نتج عن ضغط من قبل التحالف وبالتحديد من قبل السعودية لأن هذا الطرف أو السعودية تحديدا ستتأث... هي أكثر المتأثرين من تبعات إفساد خطة الانتقال السياسي الناجم عن إسقاط شرعية السلطة الحالية وتنصيب شرعية يهيمن عليها الانقلابيون والإبقاء على أسلحتهم وإمكانياتهم العسكرية وهيمنتهم على العاصمة وعلى مؤسسات الدولة عندما يخرج الطرف الانقلابي بهذه المكاسب السياسيه التي كانت خارطه الطريق الامميه بصيغتها القديمه ستوفرها لهم فهذا يعني ان ايران ستعود الى اليمن بدور اكثر تاثيرا وازعاجا للتحالف العربي ولا احد يضمن اصلا ما اذا كان التحالف العربي سيبقى محتفظا بقوته الحاليه ازاء الوضع في اليمن ام انه كانت ستنشا تحالفات جديده لا تاخذ بعين الاعتبار الامن الاقليمي ومتطلبات احتواء الصراع الذي تحاول إذكاءه في كل المنطقة على خلفيات إيديولوجية وطائفية ليس هذا فحسب بل إن اليمن كانت ستدخل في دورة طويلة الأمد من الاستئثار على السلطة وهو مولد للصراع وعدم الاستقرار وتكريس خطير للانقسام الاجتماعي وسيعمل على تصدع الوحدة الوطنية أكثر من 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 ما هي متصدعه اليوم بفعل مغامره الانقلاب والحرب الاهليه. خطر الانزلاق أو خطر الانزلاق إلى هذا النوع من التصورات الخطيرة للحل ما تزال باقية بالطبع حتى يظهر المجتمع الدولي العزم الحقيقي المطلوب لإجبار الانقلابيين على سلوك الطريق الصحيح نحو الحل وهو واضح الحل واضح ويتطلب فقط المضيء فيه يعني بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي ما تزال خارج حسابات الانقلابيين حتى الآن ولا تحظى بالقدر الكافي من الحماس من جانب الذين اعتمدوا هذه القرارات، القوى التي اعتمدت هذه القرارات. يمثل تشكيل مجلس سياسي للانقلابيين مؤشرا قويا على ان اليمن يدخل بالفعل مرحله جديده من التعقيد بدات تتاثر بصوره اعمق بتناقضات الاراده الدوليه في سياق او في سياق موجه الصراع المحمومه على المصالح ومسرحها الاساسي دول عده من منطقتنا. لا يبدو الأمر بهذا القدر من الوضوح لكن قد يكون اليمن مرشحا ليصبح في وقت قريب جدا ساحة صراع للإرادات الدولية مثله مثل سوريا والعراق إلا لم يتم الذهاب إلى حل سريع إما بالوسائل السياسية أو بالوسائل العسكرية لا يوجد تفسير لعدم ذهاب التحالف العربي إلى الحسم العسكري بعد المؤشرات العديدة على فشل مشاورات الكويت وفي ظل هذا التصعيد العسكري الكبير من جانب الانقلابيين الذي أدى إلى انهيار كل ترتيبات الهدنه سواء على الحدود بين اليمن والمملكه او على مستوى جبهات القتال في اليمن فالانقلابيون لم يتوقفوا عن ارسال صواريخ الى الاراضي السعوديه وصعدوا من القتال على الحدود وحصل تطور خطير جدا اثر سقوط طائره اباتشي تابعه للتحالف، قال التحالف انها نتجت عن خلل فني. هناك في التحالف من لا يزال يعتقد بان الحسم العسكري لن يخدم خطه تطويق المقاومه المحسوبه على تيار ديني معين التي يحاول طرف سياسي في التحالف تشويه هذا الطرف كما سبق وان اشرنا في ملفات سابقه على الرغم من ان هذه المقاومه هي وليده تحدي واقعي فرضه الحوثيون والمخلوع صالح وعدا هذا فان التيار السياسي الذي تنتمي اليه هذه المقاومه لم يكن يوما صاحب مشروع معزول بل هو جزء من عمليه ديمقراطيه وقد قبل هذا الفصيل بقواعد الممارسة الديمقراطية ومارس دوره كقوة ثانية في البرلمان عبر أكثر من عقدين من الزمن ومع ذلك تتعرض المقاومة برمتها ومعها غالبية الشعب اليمني لقدر كبير من الظلم والاستهداف والخلط غير المقبول بين ما هو إرهابي وما هو مقاوم استنادا إلى معايير ثبت بأنها زائفة ولا صلة لها بالمواقف والممارسات التي تجري على الأرض من قبل القوى الدولية الكبرى. نحتاج في هذا الموقف أن نوضح جانبا من العوامل والأسباب التي تعترض سبيل التوصل إلى حل للأزمة اليمنيه. لأننا بدون فهم ذلك لا يمكن أن نتجاوز التعديلات التي تواجه الجهود المبذولة عفوا لا يمكن أن نواجه التعقيدات التي تواجه الجهود المبذولة لحل الأزمة وتحول دون اختيار طريق واحد لإنهاء هذه الأزمة سواء سواء عن طريق الحل السياسي أو عن طريق الحل العسكري. من أهم هذه العوامل والأسباب التعطيل المتعمد لمفاعيل المرجعيات الأساسية للحل وبالأخص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216. كذلك عدم توفر الإرادة الدولية والإقليمية التي لا يروق لبعضها انتهاء دور ميليشيا الحوثي وعوده جميع القوى السياسيه الى ممارسه دورها في الحياه العامه، خصوصا وان بعض هذه القوى يعني مثل التجمع اليمني للاصلاح والتيار السلفي كان هدفين رئيسيين لتفويض الدول الغربيه تفويضها للحوثيين بالقيام بقصقصه اظافرهم لمهمه قضاء على هاتين القوتين الاساسيتين. ثالثا الطبيعه الجزئيه والمنتقال للمهمه العسكريه للتحالف نفسه، التحالف العربي، التي ابقت جبهات مهمه كثيره مفتوحه وميادين للصراع والحرب مثل تعز والبيضاء والجوف واجزاء من مارب دون مواجهات حقيقيه. ومكنت الانقلابيين من ابقاء سيطرتهم على اجزاء مهمه من البلد، اغرتهم على تبني مواقف متشدده ومتصلبه. الإفشال المتعمد لدور السلطة الشرعية في المناطق المحررة عبر إشاعة الفوضى الأمنية والانفلات والعجز الفاضح في الخدمات وتحويلها إلى بؤر للصراعات والتصفيات الدموية وبيئات طاردة لقيم العيش المشترك حيث شهدت أسوأ صور التهجير القسري لدوافع مناطقية كما حدث في مدينة عدن التي لم تشهد حالة كهذه منذ تأسست قبل قرون هذا أيضا كان عامل عامل رابع أو خامس يعني الدور السيء لإيران واستمرارها في تسعير الحرب وتهريب السلاح وتشجيع الميليشيا الموالية على مواصلة الحرب وعلى إبداء المواقف المتصلبة وربط ربط اليمن بموجة الاستقطابات الشديدة على أساس طائفي في منطقتنا. كذلك أيضا من العوامل الدور السيء لبعض أطراف التحالف التي تحاول أن تنصب قوى أساسية في المقاومة صنوا للإرهاب. تجعلها أخطر حتى من الحوثيين أنفسهم هذه عوامل أدت إلى ضعف موقف الشرعية وإلى تقوية موقف الانقلابيين طوال الفترة الماضية مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي النقاش في الملف الأول من الأجندة سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده إلى مواصلة النقاش في ملف جديد نتناول فيه محنه الديمقراطيه في اليمن والبلاد العربيه مرحبا بكم مجددا عندما خرج ثوار الربيع العربي الى ساحات الثوره في كل مكان من دول الربيع العربي كانت لديهم قائمه من المطالب والاهداف والغايات النبيله. مطالب في مجالات عديده منها التعليم والصحه والسياسه الخارجيه وكل ما له علاقه بمفهوم التنميه بمفهومه الشامل. التنمية بمفهومها الشامل، التنمية المادية والتنمية الثقافية والتنمية الروحية، كانت هذه مطالب الشعوب العربية طوال ال 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 القرن الماضي على الأقل. كانت هذه المطالب عديدة وقائمة طويلة، حاول ثوار الربيع العربي أن يجعلوا لها عنواناً واحداً أطلقوا عليه الدولة المدنية. كان مطلب الدولة المدنية هو المطلب الجامع الشامل لكل مطالب الثوار في الساحات اعتقادا منهم ان الدولة المدنية هي الدولة الكفيلة بتحقيق كل هذه المطالب. على اعتبار ان مشكلة العرب تحديدا والمسلمين عموما ومنهم اليمنيين كانت طوال الفترة الماضية والقرون الماضية هي مشكلة غياب الدولة المدنية. والدولة المدنية هي نقيض ثلاثة اشكال من الدولة. الشكل الاول هو الدولة العسكرية أو الدولة البوليسية التي تحكم بالقوة المسلحة وعن طريق أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية والأجهزة القمعية بكل وسائلها. هذه الدولة البوليسية أثبتت أنها لا تصلح لإحداث أي شكل من أشكال التنمية. هي أيضاً الدولة المدنية نقيض لشكل ثاني من أشكال الدولة وهو الدولة الدينية أو الدولة التي تحكم بالحق الإلهي. نموذجها الموجود المعاصر دولة إيران ونموذجها السابق كان لدينا في اليمن النظام الإمامي وهو النظام الذي حاول الحوثيون أن يبعثوا فيه الحياة هذا شكل آخر من أشكال الدولة النقيض المناهض للدولة المدنية. هناك شكل ثالث للدولة المدنية أو نقيض عفواً للدولة المدنية هو الدولة القبلية أي الدولة التي تكون فيها السلطة تنتقل فيها السلطة داخل قبيلة واحدة فصيل واحد من الناس هذه ثلاثة أشكال للدولة جربها العرب مرارا وما زالت باقية في أحوال كثيرة في بلدان كثيرة عربية هي النقائض الرسمية أو الأساسية لمفهوم الدولة المدنية وطبعا مصطلح الدولة المدنية لم يكن موجودا ولا معروفا في الأدبيات السياسية ولكن تم صك سك سكه واستخدامه بشكل كثيف في أدبيات الربيع العربي الأخيرة كبديل لمصطلح آخر هو مصطلح الدولة الديمقراطية بطبيعة الحال هذه النقائض الثلاثة اللي هي الدولة العسكرية البوليسية والدولة الدينية والدولة القبلية تجتمع ويا للمفارقة في نموذج واحد هو النموذج الحوثي أو النموذج الإيماني النموذج الامامي المطبق الان في ايران والنموذج الامامي الذي طبق في اليمن على عهد الملك الامام يحيى والامام احمد ومن قبلهما هذا النموذج الامامي هو النموذج ربما الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه كل نقائض الدوله المدنيه فهو دوله بوليسيه لانه يستخدم القمع واجهزه المخابرات والقوه في تسيير الشعب وهو ايضا دولة دينية لانها تستمد تستند الى مفهوم الحق الالهي، ايران هي الدولة الوحيدة التي تنص في دستورها على كونها دولة مذهبية، هي الوحيدة في العالم. وكذلك عندنا الحال في اليمن الحوثي يطالب بماذا؟ بعودة المذهب الفلاني ليكون هو المستند في سلطته السلطة التاريخية. وكذلك هو نموذج قبلي، نموذج للدولة القبلية لانه الاماميون عموما يعتقدون ان السلطه تنتقل يعني في قبيله معينه من الناس في فصيل سلالي معين من الناس وهذا يذكر بنكته منسوبه الى الزعيم عبد الله السلال حين قال انه الفرق بين الديمقراطيه والامامه هو ان السلطه في النظام الديمقراطي تنتقل عبر صناديق الانتخابات اما في النظام الامامي فان السلطه تنتقل عبر الجهاز التناسلي هذه هي الدولة المدنية كما عرفها ثوار الربيع العربي وهذه هي نقائضها الموجودة الان. اذا معركة الديمقراطية احنا سنستبدل الان مصطلح الدولة المدنية بمصطلح الدولة الديمقراطية لانه يكاد يكون رديف الى حد ما يعني. الدولة الديمقراطية هو هي المطلب الذي سعى اليه كل ثوار الربيع العربي وقدموا في سبيله دماءهم وتضحياتهم وخسائر فادحة يعني لا تقدر. والدولة الديمقراطية تتعرض الان لانتهاك شديد او هذا الحلم يتعرض لانتهاك شديد لكن قبل المضي في الحديث عن موقف النخب العربية التي انتهكت الديمقراطية او موقف القيادات والادارات الغربية ومنها امريكا من الديمقراطية الموقف الحقيقي سنتحدث اولا عن مفهوم الديمقراطية و نعرج على تعريفاتها الاساسيه حتى نكون على بينه من مع المشاهدين من الحديث. نتفضل الديمقراطيه تعرف في الاوساط الثقافيه المختلفه بانها حكم الشعب من اجل الشعب بواسطه الشعب. هذا هو التعريف الاكثر انتشارا في الاوساط الثقافيه وفي اوساط النخب العربيه على الاقل. وهو تعريف شكلاني استطاع استطاعت الأنظمة الدكتاتورية المحترفة أن تجعله مجرد غطاء لممارسات دكتاتورية هذا التعريف لم يعد بجديا الآن كما نزعم لأنه كان أبرز مظاهر هذا التعريف هو وجود تعددية سياسية وانتخابات نيابية أو رئاسية هذا شكل ديمقراطي جيد لكن المضامين كانت دائما ديكتاتورية وهي لعبة أجادها الحكام العرب تحديدا كانوا يمنحون الشعوب بعض الشكلانية الديمقراطية على حساب مضامين كامل ديكتاتورية لكن هناك من عرف الديمقراطية تعريف آخر وهو أكثر يعني تعريف بالجدوى أو بالثمرة وهو تعريف يعني أكثر يعني ينبغي ان يكون هو هو الاقرب الان لثوار الربيع العربي. الديمقراطيه كما يعرفها كارل بوبر هذا المفكر الامريكي الفيلسوف الامريكي وكما يعرفه المفكر العربي خالد محمد خالد هي قدره الشعب على منع الدكتاتوريه من الوصول الى الحكم. اظن هذا تعريف بالنتيجه اذا استطاع شعب يمنع الدكتاتوريه من الوصول الى الحكم هو في حاله ديمقراطيه بالتاكيد لانه نقيض الدكتاتوريه لن يكون الا الديمقراطيه لكن الديمقراطيه بطبيعه الحال هي منظومه فكريه مركبه تحتاج الى تعريف اوسع وتفكيك وتحليل لاهم ركائزها الدكتور محمد عبد الجابري كان قد تحدث عن وجود ثلاثه اركان اساسيه للديمقراطيه والترتيب هنا في هذه الاركان مهم كما يقول الجابري الركن الاول في حقوق الانسان في 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 الديمقراطيه والركن الاهم هو حقوق الانسان. لا ديمقراطيه بدون اعتراف ورعايه لحقوق الانسان المدنيه والسياسيه. نقول المدنيه والسياسيه لانه هناك يعني حقوق اخرى اعلنها اعلنتها المنظومه الاشتراكيه تسمى حقوق الانسان السيا... الاقتصاديه والثقافيه. لا نحن نتحدث عن حقوق الانسان المدنية والسياسية وهي تلك الحقوق التي تنشا مع ميلاد الانسان قبل ظهور الدولة. الحقوق التي تحدث عنها المنظومة الاشتراكية هي حقوق تنشا تاتي بعد نشوء الدولة، تقدمها الدولة للفرد. نحن حديثنا هنا عن عن الحقوق التي تنشا مع ميلاد الانسان، يعني حقه في الحياة، حقه في التنقل، حقه في الاعتقاد، حقه في التعبير عن اعتقاده، حقه في التعبير عن نفسه، حقه في التملك وما شابه ذلك هذه كلها تسمى حق في اختيار الحاكم هذه تسمى حقوق مدنية وسياسية هذه الحقوق لابد من الاعتراف بها ابتداء والبناء عليها في أي نظام ديمقراطي هذا ركن أول الركن الثاني من أركان الديمقراطية والترتيب كما قلنا مهم هو دولة المؤسسات دولة المؤسسات نعني بها الدولة التي لا يتحكم فيها ولا يسيطر عليها فصيل سياسي او فصيل اجتماعي معين يعني لا الحزب الحاكم ولا لوبي معين يتحكم فيها ويسيرها ويجعلها قناع له يعني في الوطن العربي لدينا يعني في الظاهر مؤسسات دوله لكن في الحقيقه هذه المؤسسات ما هي الا قناع لمافيات عصابات مافيا تحكم الوطن العربي وتتزيا او تلبس رداء الدوله ليس لدينا مؤسسات دوله المؤسسات هي تلك الدوله التي لا تذهب وراء الزعيم الى البيت اذا ذهب الى بيته لسبب من الاسباب دوله المؤسسات تراكم خبرات وتراكم قيم وتراكم تجارب عبر اجيال تسمى خبرة المؤسسة وتجربة المؤسسة ولديها مثقفون يسمى مثقف الدولة مش مثقف الحزب الحاكم ولا غيره هذا الركن الثاني من اركان الديمقراطية الركن الثالث من اركان الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة وهذا هو الركن المعروف والمشتهر في الاوساط العربية تحديدا التداول السلمي للسلطة هو تداول حقيقي وليس تداول زائف ولا تداول شكلاني السلطة تنتقل هنا كما قلنا عبر صناديق الانتخاب، الناس يخرجون لاختيار ممثليهم في المجالس النيابية أو يختارون رئيس الجمهورية، وهذا هو التداول السلمي للسلطة، والناس أو المؤسسات الدكتاتورية، الحكومات الدكتاتورية في الوطن العربي استطاعت أن توجد منظومة ديمقراطية، عفوا يعني نستطيع أن نسميها شكل ديمقراطي بشروط كلها ديكتاتورية كما قلنا قبل قليل هذه إذا هي أركان الديمقراطية الأساسية معركتنا إذا نحن كعرب وكيمنيين على وجه الخصوص هي معركة مع الاستبداد والحل إذا في المقابل هو حضور الديمقراطية معركتنا ينبغي أن تكون في سبيل الديمقراطية الديمقراطية بهذا المفهوم بمفهوم حقوق الإنسان المدنية والسياسية بمفهوم دولة المؤسسات بمفهوم التداول السلمي للسلطة عندما نقول نحن نحارب ونناضل ونقاتل في سبيل الدولة الديمقراطية فإنما نقول نحن نقاتل في سبيل حقوقنا في سبيل حرياتنا في سبيل إيجاد دولة دولة مؤسسات يحكمها القانون للعصابات في سبيل إيجاد دولة السلطة فيها تنتقل عبر الصناديق لا عبر الجهاز التناسلي كما قال عبد الله <سؤال> السلام. الدولة بهذا المفهوم الذي قلناه للاسف الشديد او الديمقراطية بهذا المفهوم بهذه المفاهيم للاسف الشديد كانت مخذولة طوال الوقت في الوطن العربي. النخب العربية تقريبا كلها جميعها خذلت الديمقراطية الليبرالية بهذا المفهوم. و هذه النخب تأثرت بموقفها الأيديولوجي أو بثقافتها التاريخية من الديمقراطية دعونا نستعرض مثلا على سبيل المثال الأحزاب التي كانت تسمى أحزاب وطنية يعني حزب مثل المؤتمر الشعبي العام في اليمن أو الحزب الوطني في مصر وما شابه ذلك من الأحزاب أحزاب الحاكم الأحزاب التي كانت تضم النخبة الانتهازية الحاكمة للبلد طبعا ليس الحديث ليس عن الجميع وإنما عن المجموع كما نقول. هذه الأحزاب لم تكن يعني محبة للديمقراطية ولم تكن موالية للديمقراطية، لماذا؟ لأن هذه الأحزاب وجدت أساسا للحفاظ على مجموعة مصالح لطوائف انتهازية موجودة في المجتمع. مجموعة قوى اجتماعية استطاعت أن تستحوذ على السلطة وصنعت لنفسها إطارا سياسيا أسمته الحزب الفلاني. هذا الحزب لا يمكن ان يفكر في الديمقراطيه التي تعني الانتقال السلمي للسلطه والتي تعني الحقوق الانسان المدنيه والسياسيه التي تقوم على اساس مبدا المساواه لا يمكن ان يفكروا في ذلك لانه هذا الشكل من الدوله سيسلبهم امتيازاتهم التي راكموها عبر زمن طويل هذا بالنسبه للاحزاب التي كانت تسمى زورا وطنيه خذ مثلا الاحزاب اليساريه او الاتجاهات اليساريه هذه أيضا كانت تناصب الديمقراطية العدى أو معظمها أو كثير من, من أفرادها لماذا؟ لأن الثقافة اليسارية متأثرة بالثقافة اليسارية القديمة التي تقول بأن الديمقراطية الليبرالية منتج برجوازي رأسمالي إمبريالي والإمبريالية من الأنبرة كما يقولون هذا لهذه الأحزاب أو هذه الاتجاهات اليسارية رفضت أو لم تحبذ الديمقراطيه ولم تناصرها ولم تتبناها بناء على هذا الموقف الايديولوجي او هذا الموقف الثقافي. ولذلك كانت هذه الاحزاب يعني تناصر اي محاوله انقلابيه على الخصم التاريخي والتقليدي للاحزاب اليساريه اللي هو الاسلاميين دون النظر الى عواقب هذه الحرب او عواقب هذا الانتقام على الديمقراطيه وعلى الاستقرار في البلد. هناك نموذج ثالث الاحزاب الدينيه. أيضا كان موقفها من الديمقراطية موقف بائس لأن هذه الأحزاب الدينية تعاملت من البداية مع الديمقراطية إما باعتبارها شكل من أشكال الغزو الثقافي الغربي للمجتمعات العربية وإما باعتبارها جسرا للوصول إلى السلطة فقط أو رحلة يعني وان واي كما يقولون رحلة باتجاه واحد آه هذا التفكير الانتهازي تجاه الديمقراطية من قبل الإسلاميين يعني في الآونة في السنوات الأخيرة ربما حدث تغيير بسيط لدى الإسلاميين لدى قطاع من الإسلاميين الشباب تحديدا أصبحوا أكثر إيمانا بجدوى الديمقراطية وبأهميتها في في التبني لكن كما قلت بالرغم من أن الإسلاميين رفعوا شعار الديمقراطية إلا أنهم لم يحولوها إلى قيمة أساسية في خطابهم السياسي وخطابهم الديني لم يحولوها إلى موضوع للتبشير الدائم في خطابهم السياسي والديني وهذا كان قصور دفعنا ثمنه في النهاية هذه مواقف النخب العربية من ال 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 الديمقراطية لكن أنا في اعتقادي كان أسوأ المواقف على الإطلاق هو موقف الليبراليين أنفسهم الذين كان ينبغي أن يكونوا هم حاملي مشروع الديمقراطية والمنافحين عنه للأسف الشديد وجدنا شرائح وأفراد ورموز محسوبين على الليبراليه وقفوا من الديمقراطيه موقفا سيئا فقط لانها تحمل مشروعا دينيا اسلامويا كما يقولون وكانت تجربه مصر تجربه مريره كان عصام سلطان هذا اللي كان قيادي في حزب الوسط الاسلامي روى حكايات عجيبه عن اجتماعات يعني كانت تجمع وتضم الفئات المحسوبه على الحداثه والليبراليه وكيف انها بتمويل امريكي وقفت ضد الديمقراطيه في مصر وفي مسانده العسكر خوفا من مجيء الاخوان. هذا هذه اطلاله سريعه على موقف النخب العربيه تجاه الديمقراطيه وهو موقف مخزي للاسف الشديد الاجيال ستحاسبهم عليه ان عاجلا او اجلا. كان هذا موقف الذي مر معنا كما قلنا موقف النخب العربيه. كذلك شبيه بهذا الموقف موقف الادارات الغربيه الادارات السياسيه الغربيه وتحديدا امريكا من الديمقراطيه في المنطقه العربيه. الحقيقه المره التي لا يمكن تجاهلها حتى الان هي اننا نحن العرب واقعون تحت مستويات عديده من الاستعمار. بعضها مستوى اقليمي وبعضها مستوى دولي. هناك دول تمارس علينا في اليمن مثلا نحن واقعون تحت الاستعمار الايراني في مستوى من المستويات استعمار ايراني. احتلال ايراني، لأنه نسميه استعمار لانه لن يعمروا شيء وانما يخربون ويهدمون. هناك احتلال ايراني بادوات محليه ينفذه الحوثيون وصالح هذا مستوى من الاحتلال وهناك احتلال امريكي الى حد ما للمنطقه العربيه برمتها واحتلال غربي شامل. بدليل انه حين كنا نعول على الجهات الاجنبيه على الق... على القوى الغربيه في دعمنا في دعم مشروع الديمقراطيه حين كانت الجماهير العربيه تعول على هذه على على الغرب في الوقوف الى جانبها في مواجهه النظم الدكتاتوريه النظم العسكريه النظم الكهنوتيه البائسه للاسف الشديد هذه القوى خذلت خذلت ال... 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 الديمقراطيين العرب خذلتهم ووقفت الى جانب العساكر كان الاداء الامريكي طوال الفتره الماضيه كما يعترف الامريكيون انفسهم اداء مزدوجا فهم في الظاهر فوق الطاوله مع الديمقراطيه في خطابهم الرسمي كانوا مع الديمقراطيه ومع حقوق الانسان وما زالوا الى الان لكن كان دائما هذا مجرد خطاب يعني شكلاني خطاب دغدغة مشاعر الناس او لاخفاء حقيقه ما. هذه الحقيقه كانت دائما هي التدخل العسكري والتدخل الاقتصادي والتدخل بكل اشكاله في في شؤون المنطقه. الغرب لم يكن في يوم من الايام نصيرا للديمقراطيه خارج امريكا او خارج المجتمعات الغربيه. يبدو ان الغرب يتعامل مع الديمقراطيه باعتبارها حاله محليه فقط غير قابله للتصدير. لانه فيما يبدو ايضا اكتشفوا ان الديمقراطيه خارج امريكا وخارج المجتمعات الغربيه ستاتي بمجتمعات قويه ستاتي بالتنميه ستاتي بالاستقرار اللي هو شرط التنميه يعني وستراكم عناصر القوه في المجتمعات العربيه تحديدا وهي مجتمعات من وجهه نظر امريكا والغرب مجتمعات لا يجوز لها ان تصبح قويه، لا يجوز لها ان تصبح قادره على امتلاك ارادتها وامتلاك مصيرها بيدها. ولذلك كما يقول الامريكان انفسهم انفسهم فان امريكا تواطات مع الدكتاتوريات العربيه ووقفت الى جانبها طوال الوقت الماضي ويمكننا في هذا الصدد ان كما اقول دائما يعني هذا ليس حديثنا نحن بعض المثقفين العرب هذا لم يعد استنتاجا ولم يعد حديثا عربيا وقوف امريكا الى جوار الدول الى جوار الانظمه المستبده ومحاربه امريكا والغرب للمشاريع الديمقراطية في المنطقة العربية لم يعد مجرد استنتاج ولم يعد حديث مثقفين عرب مؤمنين بالمؤامرة كما يقال لا هذا اصبح حديث الامريكان انفسهم ومنهم سيناتورات يتحدثون في وسط قاعة الكونغرس الامريكي مثل هذا السيناتور الامريكي الذي سنستمع اليه وهو يطرح اسئلة على زملائه كما يقول يطرح اسئلة استنكارية تكشف حقيقة الموقف الامريكي من الديمقراطيه خارج امريكا ومن محاوله الهيمنه على المجتمعات العربيه تحديدا لنستمع الى هذا السناتور الامريكي الصريح سيدتي رئيسة المجلس، لدي بضعة أسئلة لزملائي ماذا لو أن سياستنا الخارجية في القرن الماضي كانت معيبة إلى حد كبير ولم تخدم مصالح الأمن القومي؟ ماذا لو استيقظنا يوما ما وادركنا ان التهديد الارهابي هو نتيجه متوقعه لتدخلنا وحشريتنا في الشؤون الداخليه للاخرين؟ وليست له علاقه معنا بان تكون امريكا حره ومزدهره. ماذا لو ان دعم الانظمه القمعيه في الشرق الاوسط يهدد كلا من الولايات المتحده واسرائيل؟ ماذا لو ان احتلال دول مثل العراق وافغانستان وباكستان المتفجره يتصل مباشره بالكراهيه نحونا ماذا لو أننا في النهاية قررنا أن التعذيب حتى لو كان يسمى بتعزيز وسائل الاستجواب بأنه تدمير ذاتي ولا ينتج أي معلومات مفيدة وأن دول العالم الثالث التي تعاقدنا معها لتمارس التعذيب بالنيابة عنا تمارسه بنفس مستوى الشر كان هذا صوت من أصوات عديدة داخل أمريكا وداخل الغرب تتحدث عن آآ آآ الازدواج ازدواجيه الموقف الامريكي وازدواجيه الموقف الغربي عموما من الديمقراطيه ومن التنميه في الاوطان العربيه، تحدثنا من اتحنا الفرصه من قبل لواحد مثل تشوميسكي وهناك عشرات من الاصوات الغربيه ذات الضمائر الحيه سنستعين بها ونستشهد بها مرارا وتكرارا الى هنا نكون قد انهينا حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في امان الله وحفظه. ونلقاكم في حلقه قادمه في امان الله